بس عينك تشوف. هيا هويني يا ميمتي، هيا هيا انتي هويني. هذيك المرأة مسكينة تكبة. عمر عنده ضيقت فيهم الحق يا رب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انا نسول ويعاود لي كل شيء. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر المؤلم المحزن من مدينه الدار البيضاء. هذا السيد اللي كتشوفوا امامكم هو ماشي مقطوع من شجره، يعني عنده والديه، ولكن للاسف الاب ديالو رماه للزنقه ورماه للشارع اللي غايه في نفسه يعقوب، الله اعلم الله اعلم بها. لكن الحاله ديالو مشاهدينا واحد الحاله اللي هي خايبه بزاف، هو واحد الوضعيه اللي كيعيشها خايبه بزاف. ها انتم كيف ما كتشوفوا هو عايش هنا في الشارع، يعني هنا فين كينعس، هنا فين كيبات، هنا فين كينعس، هنا فين كيبات. هذه الكروسه ديالو لانه كيعاني من شلل نصفي، ها حويجاتو فين. السلام عليكم. كي داير اخويا؟ ما عندي ما قاطع الموت. لا حول ولا قوة الا بالله. وين الموت؟ تبدل وين السبيطار؟ من امتى وانت كتنعس هنا في الزنقه اخويا؟ من 7 سنين وانت نازل تدور السبيطار. ايه تدور السبيطار ما الفوقانيين. ايه خرجوني، الناس بغاو يطلعوا دوك المارسين الفوق. ايه ملي بغاو خرجوني داوني بلاصه لازم نشد لهم السطيح. ايه لما تكون لهم سبلات بقاو يغوتوا. وانا دابا باغا نرجع هذيك البلاصه احسن لي اختي من هاد العذاب. يعني انت كنت داخل الخيريه وخرجتي منها؟ خرجت منها. علاش خرجتي اخويا؟ مال مسطين. كنتي مع المسطين؟ آه. علاش انت عند واش عندك انت عندك انت امراض نفسيه؟ لا ما عمرك مشيتي عند شي بسيكياتر ولا شي حاجه؟ لا ما مريض. انا مريض ولا بعقل هو مريض اساسيه. شنو باش مريض اخويا؟ باش مريض اخويا انت؟ كله عندك شلل نصفي؟ اه ياك. ووالديك فيناهم؟ باباك خوتك؟ امي مالي. اها ولي راه طلع ليا دابا. انت انفاس مع الاب ديالك عايش؟ ايه ملي بغا تبنى الدار تبنى الدار جاب المراه، ما بغاتوش لاحته مع انه حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تهضري عليه ما نبينش لك وجهك؟ واخا غناخذوا التصريح ديال احد الناس اللي كيشوفوا هنايا. ما نبينلكش وجهك، ما نبينلكش وجهك. اجي تهضري معاه، اجي تهضري معاه. انا مال هذا؟ انا يا اختي انا ما كنعيش هنا، كنعيش برا. ايه وانا يا كنعرف هنايا كنشفناش بكري. ما نشدش وجهك بكري كنشفناش ملي طاحت العماره بناها. ايه بناها تزوج شراها اول حاجه شراها لانه هو كان ساكن غير في الزنقه. شراها ملي تزوج شاب المراه وطلع الدار. وانا تزوج شاب المراه شرا على الدري. من امتى هاد الشيء اختي؟ عنده 4 ديال الخواتات. عنده 4 ديال الخواتات. هذا هو الوريث، يعني غير هو اللي جرى عليه الخدمه. هو اللي درى على 4 ديال البنات. لا حول ولا قوه الا بالله العظيم. درك لي وجهي ندويش انا. اه واخا واش درك لي وجهو؟ يبان وجهك؟ لا ما تبينش لي حتى وجهي. تفضلي. اها الخير عند الزنقه. اه وي هذا السيد عنده 4 خواتات وبات الدار هي قبالت وقداش نايا. فاخويا كان شفناش حنايا حشومه عيب وعيب وعار ولا حد في الزنقه. كنا بغينا نبعث الدراري 5 دراري كيجيو كيعاونوه واخا نكونوا يهود.
ديروا الله يرحم لكم الوالدين اللي كان شي خير باش ديروا في هذا السيد الله يجزيكم بخير. كيمشي للسبيطار راه ما عندوش مول مولي غادي يمشي للزبير راه ما عندوش راه ما عندوش الله يرحمها. كيديروا للسبيطار تيخدموا معاك ولا حوز الزنقه خلا دابا هاد الدراري مساكن شحال هاد الدراجه ترمي الكبده ديالك في الزنقه. واه الدراجه ما عرفتش شناهي هي. حول ولا قوة إلا بالله. من الولاد ومن الوالدين، الولاد من الوالدين. حتى واحد ما خصش يطلع في الزنقة. حول ولا قوة إلا بالله. عاد خرجوا قال لي خرج أنت سير تكري راه غادي نبني غترجع للدار. هو قلنا عشان خويا الصالح. هو بعدا كاين يدير ليه بيت في السطح، ما بغاش يشوفه يدير ليه بيت. دير ليه غير شي بيت في السطح الله يخليكم ويخليكم. الله يعطيه إياك. أنتم مش أنا كيما هي. دارت واحد يحسبها ليها. شو واحد شو واحد ما يموت بالشوع. ما سمعت. لا كتبقى في الزنقة. شو واحد. مش انا كرام كيف ما كتشوفوا راه هنا الناس اللي ساكنين هنا حدا يعني كيشوفوا بشكل يومي كيشوفوا كل نهار كيتشرفوا. حنا معذبين ملي تنشوفوه بحال هكا حنا معذبين حنا خواتات خواتات بخير اربعة خواتات عندو عندو خواتات بخير باهر قداش شنا هو هاد المرة خلى خرج هذا واخا يدير لي غير قفيز يبني لي ويديروا لي في السطح ويعيشوا الماكله بنادم في الممشي كياكل حتى واحد ما كيمشي اول حاجه ثاني حاجه اختي السيد ما كانش بحال هكا اولا كان غارديان هذا في الزنقه خمسه ما كانش بحال هكا كان صحيح كان صحيح كان يدير كروسه ديال الديسير كان صحيح هاد الدري كنعرفو حنا ملي كنا صغار اصغر مني هذا ما كاينش الدري باقا صغير شرف في الزنقه مسكين شرف في الزنقه بسبب هاد التلوحه بحال هكا شرف الدري باقي صغير. لا حول ولا قوه الا بالله السيد ما كيشفر ما عمرو ما شفر ما عمرو ما عاد حتى شي واحد عمرو ما عاد شي حد ما يعاود ما يضرب ما والو كندير كراسه ديال الكيسي حنا نوقفوا معاه ان شاء الله اكيد غادي ان شاء الله يكون هناك واحد حتى فيه ايجابي طيب كله مسكين طيب كله ولينا خويا انت يعني ديما كتكون حداه ديما يعني كتشوفوا عاودينا خويا على الحاله اللي كيعيش هذا السيد مسكين. السلام عليكم تحياتي بعد هذا الدقان الشوف تي في وكنشكركم على هذه المبادره اللي درتو مع الاخ عمر مرحبا خويا الاسم ديالو عمر كنعرفو مزيان هو كبر منه وكنعرفو مزيان كنعقلو عليه كنعقلو عليه انا داكشي اللي كنقول ليه اللي حاضر ليه اللي حاضر ليه كنيتو عمر كنعرف كنيتو كنعرف سميتو هاد السيد اختي شرد اختصار كما كتسمعوا الناس قالوها شي واحد الفتره بات يومين حدا الجامع شبات عليه الشهر الخميس والجمعه يومين ولا كتصب عليه الشهر كيجرم فيك حاضرين ما كانش كيقول لي عطيني جاو الناس جاو الناس هزوه داو السبيطار داو السبيطار حنا كنا كنصحابو هاد السيد كنا كنصحابو هاد السيد الله يرحمه مات اللي فاق شويه ولا كيقولوا نقولوا له كيصيفط الناس المرضى اللي كيجيو للزياره كيقول لهم صيفطوا لي الناس ديال دربنا الناس ديال دربنا الناس ديال دربنا طوعت نشوفو في سبيل الله. هو كيقول الناس ديال الدرب ما كيقولش خوتي ولا بابا ولا خواتاتي ولا حيت والدي هما حنايا خوتي هما حنا لا حول ولا قوة الا بالله انا هاد السيد كنت كنجي كيعطوني الناس شي بركه كيعطوني الناس الحلوى كيعطوني الناس اي حاجه كنت جاي عليه في سبيل الله كنت كنصوره باش الناس يعطوا شي حاجه يشوفوها كنصوره حتى واحد النهار تفاجئ جيت نشوف السيد بحال هكا كنشد بها انا الكلمه متحمل مسؤوليتها جيت نطلع نشوف السيد ما لقيتش منه وسيتو خاوه في السبيطار مولاي حسن في الدوزيام ايطاج حول ولا قوه الا بالله سولت عليه وتعرجو السيكيريتي اللي داير الاسم ديالو لا ما تقوليش الاسماء ديالو باش هذاك السيكيريتي يبقى سلمي قال لي اخويا واش كتقلب على داك السيد اللي داير بلاصه بسيكاطر انا ما عندي ما ندير ليه ما كنجي ما والو ما كتجي ما عندي ما ندير ليه ولكن هو ما كاينش شي وثيقه اللي كتبت بانه مريض نفسي ولا مريض عقلي ولا عنده شي حاجه بحال هكا مريض ما اوبسيكاطر ما والو ما اوبسيكاطر ما هو درب عقله درب عقله وكيعرف يدوي كيعرف اش كيدير حاجه وحده هانتوما كتشوفوا حاجه كيديرها هو لا حول ولا قوه الا بالله باش كيطالب هذا السيد باش كيطالب هذا السيد هذا السيد كيطالب غير رجع للمكان اللي كان فيه سبيطار مولاي حسن دوزيام ايطاج عطاها المحسن والحمد لله بلاد الاسلام هذه الحمد لله اكيد تم البحر في كره شو واحد دري توفات كاع في كره توفات وكلشي ضامن معاه اكيد اكيد امين وضامن مع هذا السيد حتى هو هذا السيد ما كيطلب لا فلوس لا والو وما كي... باغي صحيح ان شاء الله ان شاء الله لوبيطال يتعالج كنتمنى من الله المحسنين كنتمنى من الله المحسنين يشوفوا هذا الصوت يوصل الصوت ان شاء الله اكيد اكيد الصوت ديالو غادي يوصل شكرا لكم خويا انت كتكون معاه ديما كتشوفوا السيد تنعرفو السيد تنعرفو هنا كان بخير وعلى خير فهمت؟ اها وشويه دارت ايام كيبيعوا شي بخير
تنعرفو انا ما تنسكوش انا هنايا حتى ندوز على دومارس الله شاد عليا راه ويقولها تلقاو تنتبع معاك ولا لا ها حيمتي عفاك لا وتنعاونو تنتبعنا حتى البلاصه ديال القطاع ود عايشه ياك جيت السبيطار ديال لاسينيتي نقول لهم الحقيقه انا هديت ودارت ايام تلقيته مسكين هنا ملي سولته اولدي الظروف ما بقاش اللي ساعدني ولا اللي عاونت حنا في دوله اسلاميه وناس زوينين وكاين ناس في كندا في بلجيكا في امريكا في ليبيات تيعاونوا غير اللي ما يستاهلش كي انت تستاهل تنعرفك ود عائله وما عمرك ديتي جرام ديال الحمد لله فوالا تنشهد عليه انا غدا يوم قيمه هذا السيد انسان طيب وتنتمنى من الله يعاونوا هذا السيد هذا ان شاء الله اكيد ويساعدوه ويكونوا به حيت الانسان ما يستاهلش هذه البلاصه هذه شكرا لك عادي. اخويا شكرا تبارك الله عليك الله يحفظك عاد كلمه نقول لك اختي وسمح لي عاد كلمه نقول لك وسمح لي هذا السيد باش عارف يكونش كيدوى عليه وعلى كون كان شي انسان خايب غيدوى عليه ما غيدوش عليه وتحياتي لقناه شوف تي في شوف تي في شكرا كاملا شكرا لك قول لي اخويا شنو شنو النداء اللي تبغي توجه دابا؟ يعني الأمنية ديالك تمشي غير الخيرية وتساقط تقهرتي بالعيشة ديال الشارع حول ولا قوة إلا بالله رقم تليفون شكرا هما الدراري هما الدراري اللي مقابلين الشيوخ هما الدراري هادو هما اللي كيغسلوا لي وكيعووا وكيديو الحمام هما صافي رسالة وصلت شكرا الدراري بعدا كيحملوا الوالد صافي اختي مشانا كرام يعني كما شفتوا معنا الحاله ديال هذا السيد راه واحد الحاله اللي هي صعيبه بزاف قودوا عليه هاك هاك سميس هاك قاد وي مالك انا نحنا خا نقولوا الحقيقه اللي كاين هذا وليدي عافاك ها ولدي حيد الارض بصحته كان بخير كان كيبيع الديسير كيجر كروسه كيصور رزقه با خويا راه هو لاحو الزنقه رباني لاحو الزنقه بار عنده الدار اون فاس معاكم راه وراكم الدار الدار عنده دوزيام ايطاج ولاحو الزنقه وهاد المخزن وهاد اللعيبه ديال السبيطارات هما لاحو الزنقه راه حشومه ديال دعم الزنقه ما كاين عندنا السبيطارات وسيدنا راه كيبنى في السبيطارات والحبسات كيبني شي حاجه اخرى ودي واد السيد مسكين السبيطار اكيد اخويا اكيد الرساله وصلت كلشي تحت منه راه ولاو كان بالليل انا كنمشي كنقلبو كيبقى يعيط كنمشي كنقلبو طاب كيطيب من هنا كنقلبو لهنا كيطيب من هنا وحشومه هذا الشيء يبقى مليون شكرا اخويا الله قريبي بحالو بحال الناس شكرا مشاهدينا الكرام كما شفتوا مشاهدينا الكرام كما شفتوا معنا في هذا البث المباشر المؤلم اكيد الدوله ديالنا يعني هناك مؤسسه الرعايه الاجتماعيه هناك الخيريات هناك بعض الكثير من المؤسسات اللي كتهتم بالمسنين واللي كيكونوا في واحد الحاله اللي هي هشه هذا النداء ديالنا لهاد المؤسسات باش انهم عفاكم 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 سي بطي هذا نداء للمؤسسات ديال الرعايه الاجتماعيه وديال الخيريات والمؤسسات الاجتماعيه اللي كاينه باش يشوفوا في هذا السيد ويوقفوا معاه ويعاونوه رقم التليفون ديالو مشاهدينا اللي هو 06 06 10 22 83 الى هنا مشاهدينا كنشكركم على حسن المتابعه ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر